تتواصل انطلاقات أشواط صباحي هذا اليوم، وهذا التواصل المستمر في هذه الأعداد وفي هذه الشعارات التي تتشكل في ألوانها. نجوم عالم الأصايل بدأوا يظهرون بأداء جميل، الكل مستعد ما شاء الله تبارك الله. نعود مع الأبكار في شوطنا التاسع ونشوف هناك السيطرة الشعلة على مقدمة هذا الشوط، حمد بن سيف بن لاحج هي اللي في المركز الأول، ولكن هناك بجانبها شوف التنافس 29 رقمها. بنشوف هنا الأرقام عندنا وبنشوف هنا تتواجد في مشهورة، نعم مشهورة محمد بن راشد فريوه، محمد بن راشد بن فريوه هو اللي في المركز الثاني وغيرت إلى المقدمة، بينما المركز الثالث في هذه اللحظات تأتينا الشاهينية علي بن سعيد الزرعي هي اللي في المركز الثالث في هذه اللحظة. مرابع المراكز بنشوف هناك، بنشوف الشاهينية مطر بن سلطان بن شميل هي اللي في المركز الرابع، هذه الأربع المراكز الأولى المتقدمة في مسار هذا الشوط، ولا زالت السيطرة تحت أقدام مشهورة، مشهور محمد بن راشد بن فريوه هي اللي في المركز الأول، بينما التحرك بدأ من المركز الثاني الشاهينية، الشاهينية علي بن سعيد الزرعي هي اللي في المركز الثاني. يا سلام يا سلام يا سلام الثنتين، ولكن شوف الدخول، شوف الدخول، جبارة تبي الصدارة، جبارة يا سلام. سعيد بن حزيم الهاجري على ثالث المراكز، شوف الثلاث المراكز الأولى يا سلام، الثلاث اللي بنزان القوزان الميدان، ولكن الصمود يا سلام صامد الشاهينية علي بن سعيد الزرعي، ولكن شوف التنافس وشوف التحرك من قبل جبار سعيد بن حزيم الهاجري، ولكن خلاص شوف رقم 9 هي اللي فازت بالمركز الأول الشاهينية علي بن سعيد الزرعي، تهانينا وناموس، بينما وصلت في المركز الثاني جبار سعيد بن حزيم الهاجري، والمركز الثالث عند أعضاء لجنة خط النهاية لها متابعة في بقية المراكز. التوقيت الزمني 2:21.